لا ربيعة الوزاني رئيسة جمعية الإشعاع النسائي بفاس. سنتشرفوا بك أولا، وكنستضفوك في منتدى تراث فاس عن طريق قناة مهرجان فاس التراثية. تنواكبوا مختلف الفعاليات المنظمة داخل المهرجان وعلى هامش المهرجان. أنتم شاركتوا كجمعية في المعرض المواكب للمهرجان. شنو هي نوع المشاركة ديالكم؟ هو نوع المشاركة ديالنا هي أننا شاركنا بديزارتيكل تراثية، لأن ما له علاقة بالتراث، لأن الموسيقى الأندلسية هي موسيقى عريقة، وكانت دائما كانت تكون في المنازل أو في الرياضات أو شي حاجة. الجلسة اللي كانت مصاحبة للآلة الأندلسية شاركنا بالخمية الزحافة، الباب البيت اللي يكون بخمية الزحافة وخمية الشبكة، ودرنا الأنواع الصنعة اللي كانت قديمة بحال طرز الرباطي وطرز النطاع والخريف والقفطان. إذا كانت الآلة الأندلسية مصاحبة للباس التقليدي، إذا درنا اللباس التقليدي الأصيل، ودرنا الجلسة ديال الشاي التقليدي بالسينية والسينية ديال المراش والسينية هذا. المهم ما له علاقة الزوار ديال المعرض ديالكم. نعم. وديال المعارض المنظمة كان إقبال في الحقيقة، كان إقبال، وهذا يثلج الصدر، لأن هذا يدل على أن هناك واحد الحب والتعلق بما هو تقليدي اصيل. اذا كان انواع مختلفه ديال في شريحه اجتماعيه مختلفه، كاين الناس الكبار وكاين الصغار وكاين هذا. والعجيب في الامر ان الشباب تيبحثوا على وتيسولوا على ديك المسائل اللي معروضه شنو هي، وما تمت للقديم بصله. وما علاقتها بالفن الاندلسي؟ تماما ما علاقتها نعم مهمة جدا. نعم. كيبقى دائما التراث ديال المدينة والمغرب هو مرتبط. مرتبط ارتباط وثيق ما بين اللباس وما بين ما بين لي زاكسيسوار اللي كانت تزين بهم المنزل القديم، وما بين الموسيقى الاندلسية. المعرض قدم قيمة مضافة للمهرجان. بطبيعة الحال، لأن بحال اللي هو تيخدم الموسيقى، والموسيقى كتخدم التراث، تخدم المعرض. نعم، تكامل، هناك تكامل. مشاركة أخرى متميزة في المهرجان. نعم، شكرا، وتنتمنى إن شاء الله المهرجان عمر طويل ويبقى، لأن خصنا بحال هذه المهرجانات خصنا نكونوا تنشدوا عليها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. والحب الله يبارك فيك ديال الجميع. نعم. والحضور الغفير اللي كاين، هادشي اللي غادي يكون في